السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ديما اموركم تكون بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. الا كنت اول مرة كتشوفوا القناة وعجبتكم، ما تنساوش انكم تشتركوا فيها وتضغطوا على الجرس باش تصلوا ان شاء الله بكل جديد الوصفات، ومرحبا بكم في القناة. بالنسبة للفيديو ديال اليوم ان شاء الله، فجيتكم مرة اخرى بروتين ديال التخمال، روتين ديال التنظيم والتنظيف. فكنتمنى ان الفيديو ديال اليوم انه ينال الاعجاب ديالكم، لانه فيه بزاف ديال الاشياء اللي قمت بها. فما تنسونيش دائما من لايك ديالكم وتبارطاجيو مع الاصدقاء اكيد، وتخليوا لي التعليق ديالكم الزوينه اللي كتشجعني وكتحفزني دائما انني نحط لكم روتينات ديالي. وغادي نبدا معكم ان شاء الله الروتين ديالي. فهنا تقريبا كانت شي 3 ديال العشيه، فدخلت مباشره بعد ما تغديت للغرفه ديال النوم، وقلت ضروري خصني نطوي الملابس ديالي ونرتبها في الماريو. فبالنسبه للاخوات الجداد اللي كيشوفوا القناه، فانا بالنسبه للخشب فضروري كنمسحو بالليلانجيت، اولا كناخذ فوطه اللي كتكون نظيفه، وكنحاول انني ندهن الخشب ديالي بشي كريم اللي كيرطب لينا اليدين اولا الوجه، هكا كيحافظ لينا على الخشب ما كيتقشرش وما كيوقع ليه حتى شي حاجه، وفي نفس الوقت كيخلي لينا واحد الرائحه اللي زوينه بزاف الغرفه، وكيخلي لينا هذاك الخشب كيولي لامع بزاف. فبالنسبه للاخوات اللي متبعيني في القناه، دائما ملي كندير لكم الترتيب ديال الملابس ديالي، كنذكر لكم بانني دائما الماريو عندي دائما مرتب، الملابس ديالي كاملها مرتبه، فقط كنغير لهم الاماكن ديالهم باش هكا كنحصل على واحد الشكل اخر اللي كيكون مغاير وكترتاح ليه الشوفه ديال العين. اما بالنسبه لهذه المره البنات، فبصراحه ترول ليا الماريو لانني ما درتش ليه التنظيف اولا الترتيب اللي كندير ليه مره في الشهر، فبصراحه تراكموا عليا الملابس وكانت كل حاجه ما محطوطاش في بلاصتها، كاينين الحوايج اللي كانوا ما مطويينش وحطاهم. وجيت اليوم درت واحد شويه ديال النفس اللي كنقولوا، وقلت ضروري هذا النهار نحيد عليا هاد الملابس ديالي، غادي نطويهم. وكيف ما كنذكر لكم، حاولوا انكم تطويو كل حاجه وترتبوها في البلاصه ديالها، وان شاء الله مره اخرى غادي نشارك معكم اللي يكون عندي الوقت، لانني تابعاني بزاف ديال الحاجه، فتقريبا خصني نخمل الدار كامله، فحتى بلاصه ما بقاتش عندي مرتبه ومنظمه. فهنايا غادي نشارك معكم كيف ما ذكرت لكم مره اخرى، غادي نشارك معكم واحد المنظمات اللي غادي نصوبهم ان شاء الله الماريو عندي ديال الملابس. اما دابا فدرت لهم واحد الترتيب اللي بسرعه ماشي الترتيب اللي مولفه كندير الملابس ديالي، ولكن قلت ضروري اللهم نقدم هكا ولا نخلي الماريو عندي كامل مرون. صافي بالنسبه للماريو، بعد ما ساليت الحويجات وحيت الحويجات اللي خصهم يتصبنوا، حيتهم وغادي نديرهم ان شاء الله في الاله ديال التصبيب. وهنايا كيف ما كتشوفوا معايا، بعد شي شويه تقاد المنظر ديالو، فانا ما كنتش غادي نصور لكم الروتين ديال اليوم، فنسيت اما نصور لكم كيفاش كان الماريو قبل وكيفاش من بعد ولا، ولكن للاسف ما كنتش معوله انني نصور لكم. صافي هنايا بعد ما ساليت الملابس ديالي، فكان عندي بزاف ديال الامور خصني نقضيها، صوبت بزاف ديال الحويجات ما صورتهمش لكم، لانني لا جيت نصور لكم كل حاجه درتها، فغادي ياخذ ليا وقت طويل في التصوير، وفي نفس الوقت غادي يجيكم نتوما الروتين طويل بزاف وغادي تملوا. صافي هنايا دزت المطبخ بعد ما درنا الوجبه ديال الكوتي. فبالنسبه للوجبه ديال الكوتي، فانا سخنت غير شي مسمنات كانوا عندي، وحطيت اتاي من طبيعه الحال، ودخلت الكوزينه هنايا بعد ما غسلت المينات ديال الكوتي، فقلت ضروري غادي ننظف الثلاجه حتى هي، غادي نحيدها عليا، فكل ما حيدت حاجه غادي نقص عليا بعدا بزاف ديال الاشياء اللي تراكمت عليا بصراحه هاد الايام، فغادي نخوي كامل هاد الشبيكات اللي نظمت بهم الثلاجه. وكيف ما كتشوفوا تما في الجنب، راني وريتكم عندي تما الربيع اللي خديته، ان شاء الله غادي نقيه معكم اليوم. والفول حتى هو اللي خديته بكميه كثيره. بالنسبه لهاد العلبه ديال الزاج اللي وريتكم فيها البلبوله بمطيشه كتعجبني بزاف البنات، البلبوله يا اما بالحليب بالنسبه للفطور، اولا بحال هكا العشيه ملي كتكوني درتي الوجبه ديال الكوتي وكتكوني جالسه كتفرجي اولا كتقضي اغراض اخرى، فكيعجبني انني نسخن ديك الزليفه ديال البلبوله سواء بمطيشه اولا بالحليب ونشربها، فكتجي رائعه بزاف. صافي هنايا بعد ما خويت الثلاجه، فبصراحه خويتها باش هكا نشوف الاشياء اللي ناقصني، باش هكا الا مشيت نتقدى ناخذ الاشياء اللي ناقصني والاشياء اللي عندي غادي نعرف بانها راه كاينه،
والثلاجه فهي كيف ما كتشوفوا معايا تقريبا حتى هي شهر هذه ما درتش ليها داك التنظيف. بصراحه ما غاديش ندير ليها داك التنظيف اللي هو عميق بزاف، فغادي ندير ليها التنظيف اللي هو عادي لانها ما موسخاش بزاف. وهنايا كيف ما كتشوفوا معايا بالنسبه لهذا المجرف عندي فيه هنايا الدجاج، فبصراحه بزاف ديال الاخوات اللي كانوا خلاو ليا في التعاليق ديالهم وقالوا لي ملي تشري الدجاج ويلا تذبح فحاولي انك ما تنقيش في نفس اليوم، خليه في الثلاجه يبات ولا غد ليه نقيه، هكا كيسهل عليك ان ديك الجلده كتحيد ليه، وفي نفس الوقت كتكون هذيك اللحم ديالو تجمعات ماشي بحال الا يلا تذبح كيكون اللحم ديالو رطبه بزاف وكيصعب علينا اننا نحيدو هذيك الجلده اللي كتكون فيه. وبصراحه جربت هذه الطريقه هذه المره وكنقول لكم شكرا شكرا لكم بزاف على النصائح ديالكم، كيف ما نتوما كديروا بالنصائح اللي كنعطيكم اولا الافكار اللي كنتقاسم معكم، حتى نتوما كتقاسموا معايا الافكار ديالكم وكندير بالراي ديالكم. وشكرا لكم بزاف على اي حاجه كتخليوها ليا في التعليق ديالكم. صافي هنايا غادي ندوز مباشره بعد ما خليت الثلاجه، فغادي ندوز هنايا هو الاول قبل ما نمسحها غادي نغسل هاد الشبيكات ديالي كاملين. وكيف ما كتشوفوا معايا كندير مسحوق ديال الاواني وكندير فيه الخل. حاولوا انكم بالنسبه للاشياء الخاصه بالثلاجه انكم تفاداو وديروا ليها جافيل، وكاينين الاخوات اللي كيديروا اغلاط اللي هي خايبه كيمشيو كيحكوا الثلاجه ديالهم بمسحوق ديال الاواني وجافيل، وهذا راه خطير بزاف بالنسبه للثلاجه. فحاولوا انكم تفاداو وتستعملوا فقط الخل الابيض، فهو كينظف كيعقم لكم وكيخلي لكم الثلاجه ديالكم كتلمع، فكنتمنى انكم ديروا بهاد النصيحه. صافي هنايا غادي نغسل هاد الشبيكات كاملين، فهنايا كيف ما ذكرت لكم راه كان مور المغرب بعد ما درنا كاسكروت فظلام الحل، فخديت هنايا هاد الاشياء كامله غادي نغسلها وغادي نوضعهم فقط في الشرجم وغادي نخليهم يقطروا الوقيته اللي غادي نمشي نضربها بمسيحه اللي هي خفيفه بالنسبه للثلاجه. صافي وغادي نرجع باش نمسحهم، غادي نلقاوهم من طبيعه الحال نشفو غادي يبقاو فيهم غير قطرات اللي هي قليله. اما بالنسبه للثلاجه المحلول اللي شاركت معكم بزاف ديال المرات اللي كنمسح به الثلاجه، فكناخذ هنايا هاد الرشاشه اولا البخاخ كندير فيه كميه ديال الماء وكميه ديال الخل الابيض فقط، هاد جوج ديال المكونات فهما كافيين انهم ينظفوا ليا الثلاجه ديالي ويلمعوها وفي نفس الوقت كتعقم. صافي غادي نرش كامل الثلاجه وغادي نحيد هذاك المجر اللي فيه الدجاج لقيته اللي غادي نمسح الثلاجه. صافي هنايا غادي نمسح، فبصراحه الثلاجه كانت عندي نظيفه لان الطاجيرات فكندير لهم هذاك الغلاف الخاص بالطاجيرات، وبصراحه كيحافظ لينا على الثلاجه ما كتوسخش، فقط كتحيدوا هذاك الغشاء كتحيدوه وكتصبنوه وكتخليوه حتى كينشف وترجعوه بلاصتهم. وفي نفس الوقت المنظمات اللي درت ديال الشبيكات فنفعوني بزاف، ما كيخليوش ليا الثلاجه انها تكون مرونه، فدائما كتكون مرتبه وكل حاجه كنحتاجها كنجبد هذيك الشبيكه وكنلقاها قدامي وكنجبد اي حاجه احتاجيتها. صافي هنايا بعد ما ساليت التنظيف ديال الثلاجه كيف ما كتشوفوا معايا، فما احتاجتش انني ندير فيها شي مجهود لانها كانت نظيفه، فقط مسحتها مسحه اللي هي خفيفه. فغادي نسد دابا الثلاجه، واول حاجه غادي نرجعها قبل ما نرجع داكشي كامل الثلاجه، فغادي ناخذ هنايا هذا المجر بعد ما مسحته، فانا ما غسلتوش فقط غير مسحته بواحد المنديل اللي فازك شويه وعاودت نشفته. وكندير دائما هاد الورق ديال النشاف كنديرو دائما في المجر، سواء كنت غادي نحط الخضره ديالي اولا اللحوم بحال هكا اللي غادي نحتاجها ان شاء الله نوضعها في المجمد، فهو كيمتص لينا هذيك الرطوبه وكيحافظ لينا على الخضر ما كتخسرش لينا دغيا. صافي هنايا غادي نصف الدجاج كيف ما كتشوفوا معايا وغادي نخليه ليله كامله في الثلاجه، وحتى الغدا في الصباح عاد ان شاء الله غادي نغسلو وغادي نشارك معكم الطريقه ديالي اللي شاركت معكم بزاف المرات. وبالنسبه للمجر الاخر فانا غادي نوضع فيه مطيشه، لان مطيشه بوحدها هي اللي بقات ليا في الخضر هي والبطاطا والبصله، فقلت ان شاء الله غادي نتقدى الخضر اللي ناقصيني. صافي وبالنسبه لهاد الشبيكات اللي سولتوني عليهم بزاف المرات، فكنت شريتهم في اسواق السلام، راني شاركت معكم المشتريات غادي تلقاو الرابط ديالو ان شاء الله في اسفل هذا الفيديو. وبالنسبه لهاد القريعات فانا منظمه فيهم لا شابلور ودايره في وحده الخميره الفوريه، والاخرى دايره فيها لا شابلور اللي كندير بالنسبه للسمك، فبعض المرات كنقلي بلا شابلور وما كنخلطش هذيك لا شابلور مع الاخرى اللي كتكون نقيه، فكنحتفظ بهذيك وقت ما بغيت نستعملها للحوت فكنجبدها وكتكون عندي واجده.
صافي حيت اليوغورت من الشبيكه اللي كانت عندي كبيره، لانه بقى عندي غير كميه اللي هي قليله، فوضعتها في ديك الشبكه اللي هي صغيره. وكنت هنايا شريت هاد العلب ديال الشامبينيون وديال المايس، فغادي نحاول انني نستفهم بهذه الطريقه في هاد الشبيكات. فبالنسبه لهاد الشبيكات البنات، فكنت خديتهم في السوق بثلاثة ديال الدراهم رخاص، وفي نفس الوقت رتبوا لي الثلاجه ونظموها بشكل اللي هو جميل. صافي هنايا غادي نوضع الفرماج حمر، فكنت خديت غير هاد لابول اللي هي صغيره، فما غاديش نحتاج انني نوضعها في المجمد حتى نشري ان شاء الله لشهر رمضان الفرماج. وغادي نوريكم الطريقه اللي كنحتفظ بها بالفرماج في الثلاجه. فقط هنا درتو في البلاستيك الغذائي وغادي نوضعه فقط في الثلاجه، نبقاو نتناولو هاد الايام ان شاء الله. وهنايا بالنسبه لهاد الشبيكه، فكنديرها دائما خاصه بالاشياء اللي كنحتاجها بالنسبه للحلويات، فكل حاجه كنمسحها اكيد، وكنشوف كل حاجه التاريخ ديالها واش مازال او لا. الا كانت شي حاجه داز التاريخ ديالها او انتهت الصلاحيه ديالو فكنرميها. فحاولوا دائما ملي تنظفوا الثلاجه ديالكم اولا البلاكار الخاص بالمؤونه ديالكم، فحاولوا انكم تبقاو تردوا البال بالنسبه للتاريخ ديال انتهاء الصلاحيه، لان بزاف ديال الاخوات اللي ما كيشوفوش انتهاء الصلاحيه ديال بعض الاشياء. صافي وهذه غادي ندير فيها هنايا الشكلاط كيف ما كتشوفوا معايا. شوفوا ديك مطيشه هربات ليا، بغات تخدم ما بغاتش تدخل الثلاجه يمكن. صافي هنايا غادي نكمل كامل هاد الطريقه اللي غادي نستف بها هاد الاشياء، وغادي نمشي نرتبها في الثلاجه، وغادي نوريكم الشكل ديال الثلاجه بعد ما ساليتها. صافي الثلاجه بعد ما ساليتها، فاكيد خويت حتى الباب من هذوك القريعات ومسحتها حتى هي بداك المحلول. وهذا هو الترتيب اللي درت ليها، فترتيب اللي هو بسيط بزاف بالنسبه لهذوك الاغشيه ديال الثلاجه كيف ما كتشوفوا ديال الطاجيرات. فانا فايت ليا غسلتهم في الصباح بكري، حيتهم فقط من تحت هذوك الشبيكات وغسلتهم وخليتهم حتى نشفوا. صافي وكنستفوا بهذه الطريقه، وكيف ما كتشوفوا معايا كتكون الثلاجه منظمه ونظيفه، واي حاجه احتاجيتها كتكون قدامي. كنجبد فقط الشبيكه وكنهز اي حاجه. بالنسبه لهذوك العلب ديال البيض، فانا ما غسلتهمش لانني غسلتهم السيمانه اللي فاتت، فقط مسحتهم من برا بالمنديل اللي فيه المحلول ديال الخل مع الماء. صافي دابا بعد ما ساليت الثلاجه ورتبتها، فغادي ندوز معاكم باش نقي الربيع. وكيف ما ذكرت لكم بزاف المرات في الروتينات، فحاولوا دائما قبل ما يوصل شهر رمضان انكم كل مره تشريو كميه، ولو تكون غير كميه قليله، حاولوا انكم تشريوها وتنقيوها وتقطعوا القزبر المعدنوس ديالكم وتوضعوه في المجمد ملي كيجي وصل شهر رمضان باذن الله، فكتلقاو عندكم كميه اللي غادي تكفيكم شهر رمضان كامل او اكثر. فانا هنايا كنت شاركت معكم بزاف المرات بانني كنخلط دائما القزبر والمعدنوس، ودائما في كل مره كنشري فيها القزبر والمعدنوس فكنحتفظ بقبطه ديال القزبر وقبطه ديال المعدنوس اللي ما كنخلطهمش الوصفات اللي كيحتاج انني نطيب القزبر بوحدو اولا المعدنوس بوحدو. سمحوا لي كثرت عليكم الهضره. فقط بالنسبه لهذه المره، فعندي هنا جوج ربطات ديال القزبر وجوج ربطات ديال المعدنوس، ما غاديش نخلطهم، كل حاجه غادي نحتفظ بها بوحدها. غادي نقيهم، غادي نحيد لهم دوك الاوراق الصفرين اللي فيهم، وغادي نغسل من طبيعه الحال الربيع، وغادي نخليه يقطر ليله كامله، لانني الا مشيت خليته غير ساعه ومازال فيه الماء، فضروري الا قطعته وحطيته في المجمد غادي تحجر ليا، وغادي صعب انني نبقى ناخذ الكميه اللي غادي تكفيني في الطياب. فهنايا تقريبا راه كانت شي 11 اونص ديال ليله البنات، لهذا غادي نغطيه بواحد المنديل اللي كيكون نظيف، وغادي نخليه ليله كامله، ما غاديش يوقع لي حتى شي حاجه. غادي تشوفوه في الصباح كيفاش غادي يكون، فغادي يكون نشف وغادي يسهل عليا انني نقطعو ونحتفظ به في المجمد. بالنسبه للفول بعد ما تنقاه، هو هذا، فحتى هو كل مره كنمشي للسوق كنقتنيو الفول باش هكا كنحتفظوا به، ناكلوه في هاد الايامات اللي موجود فيها، وفي نفس الوقت غادي يكون عندي في الايامات اللي ما كيكونش متواجد فيها في الاسواق او لا كيتباع في الاسواق. وبالنسبه للطريقه اللي كنحتفظ بها بالفول، كيبقى في اللون ديالو كيبقى طري، فكندير ليه معلقه ديال زيت روميه وكندهنو كامل وكنوضعو في البلاستيك او لا في شي علبه ديال الزاج وكنحتفظ به في الثلاجه. اما بالنسبه للوجبه ديال العشاء، فدرت وجبه لي سهله وسريعه، لانني بصراحه قمت بزاف ديال الاشياء في النهار وعييت. فقط درت هنايا سلطه مغربيه المعروفه ديال مطيشه والبصله، وطلقت هنايا لي بات اللي درتهم مع مكعبات ديال الفرماج الحمر والثوم وشويه ديال المايونيز، وكان هذا هو العشاء ديالنا مع شويه ديال الفواكه اللي قطعتهم في الاخر.
صافي، هنايا قبل ما ننعس بغيت نشارك معكم واحد الحيله اللي كندير اعزكم الله القمامه. فملي كنرمي الاسبال فدائما دائما كناخذ هنايا القطن اللي كندير فيه المعطر. فبالنسبه لهذا المعطر معروف في الاسواق سميتو غوتا غوتا، فكاين بزاف ديال الاشكال او بزاف ديال الروائح في هذا المعطر. فكندير شويه في القطن وكنلوحو في طرد الزبل حشاكم، هكا كيحافظ لي على الرائحه اللي كتكون زوينه في القمامه اعزكم الله. ملي كنحاول انني نرمي الاسبال فكنحل هذاك الغطاء وكتضربني ديك الريحه ديال هذا المعطر. ودائما باش تحافظوا على الطرو ديالكم يبقى لكم دائما نظيف حاشاكم، فكندير ليه دائما انا هذا البلاستيك الخاص به، فدائما موجود عندي ما كيخطانيش، وفي نفس الوقت هو كيخلي لي الطرو ديالي كيبقى دائما نظيف وما كيتوسخش ليا، وكنضفو غير مره في الشهر ما كنغسلوش دائما لان هذا البلاستيك كيحافظ على النظافه ديالو. صافي، هنايا هذه هي الفكره اللي غادي نشارك معكم. وفي الصباح البنات، وهنايا بغيت نقول لكم بان هذا القطن الاخر فكندير فيه هذا المعطر وكنوضعه في ليكوان، كنوضعه في البلايص الاخرين اللي بغيت فيهم الرائحه تكون زوينه بزاف. وبالنسبه لهذا المعطر فالثمن ديالو داير شي 13 درهم، وبعض المرات ملي ما كيكونش عندي فكندير فقط الزيوت الاساس سواء زيت الخزامه او لا زيت الورد زيت الحامض، فكندير اي زيت اللي متوفر عندي، ماشي ضروري انني ندير هذا المعطر. بالنسبة للحيلة الأخرى فهنايا راه كان الصباح البنات، فجيت ندير أول حاجة الملابس بعد ما فطرت، فكنوضع دائما جوج ديال الكويرات ديال بابي ألمنيوم. كنشتا في بزاف القنوات وليت كنديرها لأن البابي ألمنيوم البنات ملي كتوضعوه مع الملابس فهو كيحيد لكم البقع اللي كتكون صعبة في الملابس، وحتى بالنسبة للملابس البيضاء ما كيحتاجش أنك ديري جافيل في الماكينة ديال التصبيغ، فقط كتوضعي هذا البابي ألمنيوم وهو كيبيض لك هذوك الملابس البيضاء وكيحافظ عليهم وما كيوقعش لكم حتى شي حاجة بالنسبة للآلة ديال التصبيغ. صافي، هنايا البنات دزت مباشرة باش نغسل الدجاج كيف ما ذكرت لكم، هنايا راه فطرت وغسلت المعينات ديالي، درت الآلة ديال التصبين باش هكا، لأنني البنات جمعت بزاف ديال التصبين ما صبنتش هاد الأيامات كاملة، كنت مشغولة بزاف. وكيف ما كتعرفوا بالنسبة للأخوات اللي ساكنين في مدينة مكناس كان الجو شي شوية مغيم وكانت شي أيامات طاحت الشتا. بالنسبة للدجاج فأنا دائما كندير لي هاد الخلطة، كنت شاركتها معكم بزاف المرات ولكن ما فيها بس نعاودها للأخوات الجداد اللي كيشوفوا القناة لأول مرة. فكناخد دجاج كندير ليه كمية ديال السكنجبير، شوية الملحة وشوية ديال الخل بيض، أولا كندير الحامض إلا عندي الحامض فكنعصرو من الفوق، وكندير عليه كمية ديال الماء وكنخليه مرقد تقريبا غير واحد جوج دقائق أولا ثلاثة حتى الخمسة ديال الدقائق. كل مره كنبقى كنقلب الدجاج ديالي في هذا الماء وهكا كيحيد لي ديك الزفوره ديال الدجاج. صافي، غادي نخليه مرقد الوقيته اللي غادي يمشي باش نقطع الربيع ديالي، وكل حاجه غنديرها في البلاستيك ونوضعها في المجمد، وغادي ندوز معكم باش نوريكم شنو درت للدجاج. صافي، نيت الدجاج البنات راني حكيته مزيان بديك الخلطه وشللته، ومن بعد تستنايا باش نعاود نحكو بالملح فقط، فكنحكو مزيان بالملحة وكنحاول انني نخلي فيه ديك الملحة غير واحد جوج دقائق تاني مرة اخرى، وكنشلو كيف ما كتشوفوا معايا فهاديك الزفورة ديال الدجاج ما كتبقاش فيه الجلدة ديالو اولا اللحم ديال الدجاج، فكتولي كتلمع داك السكنجبير كيحيد لينا الزفورة ديالو. فغادي نخلي الدجاج باش يقطر عاد ندخلو ان شاء الله المجمد. وبالنسبه لهنايا هاد الشبيكه فانا عزلت فيها القشوج ديال الدجاج النقاص والكبده والعنق كيف ما كتشوفوا معايا، فكنعتذر على هاد الصداع ديال الجيران كيصلحوا الدار ديالهم. صافي، هنايا الدجاج بعد ما نشف فانا درته في البلاستيك الغذائي وكنحتفظ به في المجمد، وقت ما احتاجيت شي حاجه فكنجبدو. فبصراحه هاد المره خليت القطع ديال الدجاج كبارين ما قطعتهمش. صافي، والكبده والقلب والعنق فحتى هو درته في بلاستيك غذائي، وان شاء الله غادي ندير التنظيف العميق اللي كندير المجمد وغادي نشاركها معكم اكيد اكيد. فكيف ما كنذكر لكم ما تنساونيش دائما من اللايك ديالكم، ودابا غادي ندوزو ان شاء الله باش نوريكم شنو درت. فكان الروتين ديالي غادي نساليه لكم في الوقيته اللي صورت لكم الدجاج وغادي نحطو في المجمد، وقلت اكيد غادي نشارك معكم غير لقطات صغيره من هاد التخمه اللي درت البيت نعاس، وانا كنسجل لكم الصوت ودرت لكم المونتاج لهذا الفيديو، فقلت ضروري نشارك معكم غير هاد شويه باش هكا ما نديرش لكم تاني روتين اخر على التخمه.
فهنايا خويت بيت النعاس وحكيت ليها الحيط ديالها مزيان مسحوق ديال الاواني مع شويه ديال جافيل وشويه ديال المعطر اللي كيعطي رائحه لي جميله بزاف للبيت. صافي هنايا رجعت الناموسيه بعد ما حيت الغبره ومسحتها كامله. فبالنسبه للخشب وبالنسبه للبلاكارات فانا مازال ما مسحتهمش، وكيف ما كتشوفوا معايا فانا غادي نحك مزيان هذا الحيط وغادي نغسله من طبيعه الحال، فبقى لي غير هذا اللي فيه الشرجم. فانا الشرجم ما حيتش ليه هذاك الجاج ديالو، فمازال ما غاديش نبطو لانني غادي نحكو غير حكه ليا خفيفه. غادي نتسنى راجلي يجيب ليا ان شاء الله تيو من عند عكوزتي، وغادي نخرج على برا ونحكو مزيان ونشلو، وعاد ديك الساعات غادي نحك من طبيعه الحال الزاج. وهنايا راني ساليت كامل، مسحت كامل الحيط، حكيته مزيان وشللته ومسحته ونشفته مزيان من الماء. والشرجم كيف ما كتشوفوا معايا فانا غسلته غسله اللي هي خفيفه لانني غادي نعاود نغسله كيف ما ذكرت لكم. صافي، وكانت هذه هي الغرفه بعد ما نظفتها ونظفت كل شيء، مسحت حتى هذا السقف ديالو لانه حتى هو شحال هذه ما مسحتوش. وبالنسبه للطورنوفيس فلقيت شي بلايص اللي محلولين في الناموسيه، عاود صيرت لهم داك الفيس ديالهم. اما بالنسبه لهاد لي كوافوز وبالنسبه للبلاكار ديال بيت الناس فانا مازال ما مسحتهمش، فقط حيت لهم الغبره بواحد المنديل اللي ناشف. فاكيد غادي نمسحهم وغادي نشارك معكم شنو هي الخلطه اللي وليت كنمسح بها من غير لي لانجيت ومن غير فوطه اللي كندير فيها كريم الخاص بالترطيب ديال اليدين. فكندير واحد الخلطه اللي ولات حتى هي زوينه بزاف ومعتمده عندي، اكيد غنشاركها معكم مره اخرى.